بما ان يا جماعه الدكتور حاتم ابو القاسم طالع وبيقول ان الاصابات كلها من هيئه التمريض وان الاصابه اللي جايبينها بنفسنا، لا انا احب اوجه كلمه يا دكتور حاتم، احنا مش احنا اللي جايبين، مش احنا اللي جايبين العدوى. سيادتك العدوى الحاله اللي سيادتك كشفت عليها بنفسك وقعدتها في العزل يومين، قعدتها عزل يومين عندنا احنا في الطوارئ، هي اللي عملت كده. ادي ده الدور اللي انا فيه، انا تمريض في المعهد وده الدور اللي انا فيه، انا الدور عندي فاضي بناء على اي اساس؟ لما هو التمريض اللي عامل كده انت فضيت الدور ومشيت العيانين ومشيت الناس اللي موجوده وخليت حالته القليله اللي موجوده، بناء على اي اساس لما التمريض هو اللي جاي؟ سيادتك في بقى من ده كله؟ سيادتك اتعاملت مع الحاله بدون اي مبررات؟ لا لبست ماسك ولا لبست جوانتي ولا اتعاملت مع الحاله؟ سيادتك اللي قلت ان انت اللي اتعاملت مع الحاله بنفسك وان انت اللي كشفت عليها بنفسك وقلت ان الحاله مش كورونا، بناء على اي اساس حددت ده سيادتك؟ طيب بناء على هذا الاساس سيادتك قلت ان الحاله مش كورونا فيما بعد الحاله طلعت كورونا؟ ثابت كم واحد؟ وكم شخص دول ساب كم شخص؟ وكم شخص ساب كم شخص تاني؟ ومين مات؟ ومين عايش؟ ومين تعبان ومش عارف يعمل ايه؟ انت فين بقى من ده كله غير ان انت تطلع عايز تعمل لي شو؟ فين الشغل اللي سيادتك عملته؟ عشان بس تقول ان ما في اي حاجه حصلت وان احنا الدنيا عندنا تمام، طب انا بقول لك يا ريت المعهد يتقلب حجر صحي مش يتقفل، ويا ريت اي حد هيشوف البث ده يعمل مشاركه ليه، ويا ريت يا جماعه التعداد تكتر عشان كده مش هينفع.